التواصل مستمر والأشواط تتوالى بالانطلاق في استمرارية جميلة في أشواط الإذاع والإبداع اليوم في المرموم بهذه الانطلاقة عبر شاشة دبيرة سنق في نقلنا الحي والمباشر من ميدان المرموم. والتواصل الشوط الذي ينطلق وهو السادس عشر في أشواط صباح هذا اليوم يحمل الجعدان الإذاع المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل، شعارات أبناء الخليج القادمين في المرموم المقدمين في بداية هذا الموسم. كل نوعيات الأصايل والأصالة نسير مع المراكز الأولى، نتقدم ونتابع الجعدان، نتعرف على المركز الأول وهذا شاهين أحمد بن حميد بن علي الدرعي يسيطر على مقدمة الشوط، بينما يليه في المركز الثاني أرساس ياتي في المركز الثاني، وغريب بن راشد بن غريب بن راشد بن سويدان بن حضيرم الاكتبي يتقدم على المركز الثاني. أما المركز الثالث نسناس وسالم بسعيد بن كاسب المسافري ياتي على المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء رابع المراكز شاهين أحمد بن حميد بن علي الدرعي يتقدم في هذه اللحظة على المركز الرابع. من الجانب الآخر المركز الخامس في هذه اللحظة يتقدم أو يأتي هذا الانطلاق. أشوف هذا صايب منصور بن سلطان بن علي بن طارش لكعبي يأتي بهذا الاندفاع. هناك معروف خليفة بن سالم بسعيد بن حلوكة يتقدم مع معروف. المركز السابع في هذا الاندفاع الغالي مانع بن محمد بن قطامي السويدي يقدم الغالي. والمركز الثامن هذا هو ليث ياتي بهذا الانطلاق، وسالم بن راشد بن غدير الاكتبي يتقدم مع ليث. والمركز التاسع تاسع المراكز ياتينا الذيب محمد بن سالمين بن مبارك العامري. والمركز العاشر هذا هو ياسر سلطان بن سيب بن معضد المشغوني. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط التي تسير في مع الجعدان المهجنات الإذاع في يوم الإبداع والإمتاع في انطلاقة هذا الصباح هنا في المرموم. عوده إلى المركز الأول ما شاء الله اللي انفرد بالمقدمة اللي انفرد وباعد بينه وبين بقية المراكز هذا شاهين الدرعي من البداية. أحمد بن حميد بن علي الدرعي يقود الجعدان ويتصدرهن بمسافة بينه وبين البقية، ولكن الجماعة قادمون. ياتي بهذا الاندفاع، اشوف الانطلاق والتحدي. يا سلام مياس مسري بن سالم بالعرطي يتقدم، وارساس من الجانب الاخر يتقدم. غريب بن راشد بن سويدان بن حضيرم ياتي بارساس في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق، بينما المركز الرابع الذيب محمد بن سالمين بن مبارك العامري. والمركز الخامس هذا ليث هذا ياتي مشاهدي الاعزاء وراشد بن سالم بن راشد بن غدير يتقدم في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. خلاص بدأ انحناء الميدان، بنسير هناك مع المركز الأول مع اللي انفرد مع اللي قاد الشوط من بدايته حتى هذه اللحظات 800 متر الأخيرة وخط النهاية. هناك مع هذا الاندفاع والانطلاق شاهين أحمد بن حميد بن علي الدرعي على مقدمة الشوط. دير بالك يا الدرعي، قربوا الجماعة وصلوا، حرك جاوز يا مجاوز الأمتار الأخيرة. المركز الثاني تحرك الذيب محمد بن سالمين بن مبارك العامري يتقدم، وبن غدير يأتي مع هذا الانطلاق ليث وراشد
بن سالم بن راشد بن غدير يتقدم في هذه اللحظات. شوف الأسماء، شوف الانطلاقات، الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة شاهين أحمد بن حميد الدرعي، ولكن ينخطف المركز الأول، ينخطف من قبل الذيب محمد بن سالمين بن مبارك العامري، ولكن معروف خليفة بن سالم سعيد بن حلوكة من الجانب الآخر، ووصل مناور، مناور محمد بن صالح بن يابر العامري، ولكن النقطة الثالثة، النقطة الثالثة الله شاهين 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 محمد بن سالمين بن مبارك العامري، تهانينا على هذا الفوز للمرة الثالثة، وهذا الذيب، الذيب اللي بالمركز الأول. المركز الثاني معروف خليفة بن سالم بسعيد بن حلوكة، والمركز الثالث هذا هو مناور لمحمد بن صالح العامري، والمركز الرابع اللي وصل فيه لحارب بن محمد بن غنام الهاملي، والمركز الخامس رقم 9 الخامس هذا هو ليث لراشد بن سالم بن راشد بن غدير. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذا الذيب قدم توقيت زمني 6 دقائق 17 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدي العزاء لمحمد بن سالمين بن مبارك العامري، شكرا ابو محمد صالح بن سالمين كذلك على المتابعة والأداء الجميل واستعداد الموسم. المركز الثاني، المركز الثاني شوف التوقيت على شاشة التلفزيون 6 دقائق 18 ثانية و7 أجزاء من الثانية، هذا اللي حل في المركز الثاني، معروف لسالب كاسب المسافري، أو معروف لخليفة، خليفة بن سالم بسعيد بن حلوكة، نعم خليفة بن سالم بسعيد بن حلوكة، تهانينا. 6 دقائق 18 ثانية المركز الثالث، 7 أجزاء من أو 8 أجزاء من الثانية، وهذا محمد بن صالح بن يابر العامري، تهانينا للجميع.